تمام. بالنسبة للستريتش ريفلكس، فإنه أي ريفلكس بالدنيا بيتكون معي من شو اسمه بيزك يونت، يسموها ستريتش أو ريفلكس آرك. الريفلكس آرك ما تستريتش ريفلكس، على سبيل المثال أكو بالبداية عندني استيمولاي. بشنو تمثل الاستيمولاي؟ هاي أول شيء يتمثل لنا بالمايلد، ستريتش، يعني شد نص ونص مثل ما قلنا، يعني أنا حرك إيدي أتمشي، هذا يسموه مايلد ستريتش. ورا الاستيمولاي شنو عندي؟ عندي ريسبتورز اللي تمثلت بالتو تايب اوف ريسبتورز اللي هي نيوكلير باج والنيوكلير تشين. تمام. وثالثا اللي هو الافرنت، فايبرز، وايضا تو تايب البرايمري، اللي هو A1 والسكندري اللي هو تايب 2. فور من الافرنت راح للسباينال كورد وسواني ساينابس بالانتيريور هون سيل اللي هو السنتر، يعني ممكن نقول عليه السنتر اللي متمثل بالانتيريور هون سيل. خامسا من السنتر طلع عندنا الافرنت فايبر. هم تو تايب، عندنا نوعين من الافرنت، نوع الالفا، اللي راح للاكسترا فيوزال مسل فايبر، ونوع الجاما، اللي راح للانترا فيوزال مسل فايبرز. وقلنا الجاما ايضا بنوعين، نوع الستاتيك والنوع الثاني الدايناميك. هاي هو الخطوات. اخر شيء يعني الريسبونس اللي يصير. شنو الريسبونس؟ اذا صار عندي مايلد ستريتش راح يصير الريسبونس مايلد كونتراكشن، فهو هذا الشسمه مايلد كونتراكشن. خلينا نكملها. هو هاي خطوات الستريتش ريفلكس. هو اي ريفلكس بالدنيا قلنا متكون من 6 خطوات، الاستيمولاي وراها ريسبتر، بعدين الافرنت فايبرز، بعدين السنتر اللي موجود بالسبانال كورد، وراها الافرنت فايبر، واخر شيء الريسبونس اللي راح يصير. بالنسبه للستريتش ريفلكس، فيه خصائص. شلون ما اخذنا قبل شوي، اول خاصيه انه هو يكون ديب ريفلكس، يعني ديب ريفلكس على عكس السوبرفيشال ريفلكس. ونوعه يكون مونو سينابتيك. مونو سينابتيك مثل ما اخذنا قبل شويه انه هو دا يدخل للسباينال كورد، من يدخل للسباينال كورد ما يسوي اني سينابس ثاني، يعني هذا الافرنت من يدخل لهنا راسا يروح للانتيريور هون سيل، ويعني هو مونو سينابتيك، يعني اكو سينابس واحد فقط. فنوعه شنو؟ مونو سينابتيك. هو الريفلكس الوحيد بالجسم اللي يكون نوعه مونو سينابتيك. منو هذا؟ قصدي الستريتش ريفلكس. هو الوحيد اللي يكون مونو سينابتيك. ريفلكس يعني ماكو انتر نيورون داخل السباينال كورد. There's no انتر نيورون.